ثقل النبوة كان ألقي فيها، وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها بأب التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها، لم تلها عن جمع العيال، لم تلها عن جمع العيال وحفظهم بفراق أخوتها وفقد بني أيسوقها زجر بضرب متونها، والشمر يعدوها بسب أبيها، عجبا بالأمس أنت تصونها، واليوم آل أمية تسبي قادوها سبية إلى الشام، هذه المخدرة بين أخوتها، يا خويا لا تقول ما عندك مروة، ولا تقول ضيعت الأخوة، أنا مأخوذة يا حسين قوة، ما تدري يا خويا الشمر بي سوى صوت علم توني تلوه، العذر لله يا خويا بولية اعداك، لو ان بيدي يا خويا بقيت وياك، ارد مقطوع صبعك لعد يمناك، ولمك لا يظل جسمك مطشر، ولمك لا يظل جسمك مطشر، وحقك ما شفت راحم ولا صيح، الصوت يضربني وانا صح، لو انك حاضر يا خزي نبي وانا صيح، وحقك ما جسر واحد علي، وحقك ما جسر واحد علي، بعد أيام زينب تعود إلى قبر أخيها الحسين، يا خويا جيتك فأجد الراي، ومن السبي تترى أجف عضاي، وعلي أعداك توماي يقولون هاي أم الخدر، هاي هاي أخت الذبيح الماشي رباي، هاي ام الخدر، هاي هاي اخت الذبيح الماء شرب ماء، يا خويا جينا وعلى قبرك قعدنا لفيناك، يا عزنا وضمدنا، هاي المحامل قوم ردنا، الذئيشد يا أرني وتبرى النساوين، يصير دهر بيكم يعود، ورد شيلا راس بيكم ردود، وترجع جفوف أبو فاضل
للزنود وتتلايم جروح الأكبر وتتلايم جروح يا أكبر. أين الزهراء عليها السلام عن ابنتها زينب يم حسن يم تعالي شوف كربلا سوت بحالي يا زينب أنا يمك مو بعيدة ثلاثة أيام ساكنة البيد نوب انهض ودور صبعيدة ونوب انهض ودور شف عضيدة والنتي عليكم يا يما شديدة والنتي عليكم يا يما شديدة نوحج نوحج يا زهرة على الأولاد تفرقوا عنك وصار الشمل تبديد واحد من جعادة قبل واحد من يزيد واحد اندفن عندك وواحد عنك بعيد لا تحسبوني للرضا في طوس ما جيت ولا إلى بغداد ما رحت وتعني ولا إلى بغداد ما رحت وتعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون رزقنا الله وإياكم للأخذ بثأر الحسين عليه السلام مع إمام منصور من أهل بيت محمد أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نذكر الموالين الكرام على بعض المسائل التي تعرض إليها الفقهاء في رسائلهم العملية أشاروا إليها. إذا أحب الله عبدا فقهه في الدين وفيما روي عن إمامنا الرضا عليه السلام في مضمون كلامه الشريف ليت الصياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الحلال والحرام. من المسائل المهمة أيها الأحبة الكرام التي وصلت إلينا في هذا الزمان الإجهاض أو الإسقاط، تارة يكون في باله أن يسقط أو يأمر الزوجة أن تسقط ذلك الجنين في بطنها، وتارة هي الزوجة التي تريد ذلك. الحق مشترك بينهما، يعود هذا الجنين للأب ويعود كذلك للأم، فمرة هي التي أسقطت الجنين فأن تدفع الدية لزوجها، ومرة هو الذي أجبرها أن تسقط ذلك الجنين فوجب عليه أن يدفع الدية لها. المسألة هنا أيها الأحبة الكرام قبل الأربعة أشهر وبعد الأربعة أشهر، معلوم لدى الجميع ولوج الروح إنما يكون بعد إكمال الأربعة أشهر تلج الروح فيكون إنسانا يعني له نفس، ديته كدية الإنسان الكامل لا فرق بين هذا وهذا على اعتبار أن له نفس، الذي يقتل نفسا واحدة كالذي يقتل الناس جميعا، من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهنا ذكر العلماء في هذا الباب قبل الأربعة أشهر لا يجوز الإسقاط إلا مع الضرورة، والضرورة بعد هو الذي يقدرها الإنسان، لم يشر الفقهاء في ذلك.
ما هي الضرورة، فتقدر بينهما ضرورة في ذلك، أذية وما إلى ذلك، مرض وما إلى ذلك، لا تستطيع الحمل وإلى آخر ذلك. فقبل ولوج الروح مع الضرورة وبعد ولوج الروح أي بعد الأربعة أشهر لا يجوز الإسقاط الإجهاض. شوف بعض الأحبة يسأل يقول له يا أبا الأطباء من خلال السونار هذا يطلع مشوه خلقيا فيه عاهة مثلا، فخل نجي مباشرة نسقط ذلك الجنين. نقول له الشارع المقدس لا يرى في ذلك، حتى ولو كان عافاكم الله جميعا مشوه لم يجز الشارع المقدس في ذلك الإسقاط. بعد هنا الله سبحانه وتعالى ابتلى ذلك الإنسان أن يكون له هذا الولد ذو عاهة يتحمل عناءه وتربيته ومرضه وما إلى ذلك. فإذا قبل ولوج الروح الأربعة أشهر أشرنا إليها مع الضرورة، وبعد ولوج الروح لم يجز الفقهاء مع الضرورة وغير الضرورة. بعض الأحيان واحد يقول أنا ما يكفي تعبين دخلي اليومي قوتي اليومي ما يكفي فأنا يكون لابد أن أسقط ذلك الجنين، قل لا، الله سبحانه وتعالى يقدر لك الرزق إن شاء الله. طيب هنا عندنا مسألة أخرى، بعض الأحيان قد يبتلى البعض بتأخر مثلا الإنجاب وما إلى ذلك، فهل يجوز طفل الأنابيب في هذه الصورة؟ ذكر السيد حفظه الله أيضا مع الضرورة أيها الأحبة الكرام أنه يلجأ إلى هذا الحل البديل مع الضرورة، وقلنا بعد ما يبينون شنو هي الضرورة كن هو يقدرها تعبينا وعرفا هاي بالفعل أنها ضرورة. فإذا كانت هناك الضرورة أيها الأحبة الكرام يلجأ إلى طفل الأنابيب، وهذا اللي احنا نشوف واقعا اليوم سائدة في زماننا، تأخر عنده مثلا أو عند الزوجة الإنجاب يلجأ إلى هذا الطريق، إلى هذه الوسيلة الحديثة، هذه الوسيلة البديلة. وهنا الفقهاء وضعوا هذه المسألة إجابة عن ذلك. مسألة أخرى أيها الأحبة الكرام في المعاملات الذبح، وإن كان صارت عندنا عدد حديثة في الذبح لكن بعض الأحيان قد يلجأ إلى الذباحة القديمة، يقول يا أبا أنا أذبح تعبين ذباحة يدوية مو ميكانيكية بهذه الطريقة الأوتوماتيكية يسمي ويذبح على الجميع، فأنا أريد على الطريقة القديمة. هناك شروط أيها الأحبة، أن يكون الذابح مسلم، التوجه إلى القبلة، أن يقول بسم الله. عندنا هذا الشرط اللي بعض الأحيان يغيب عن بعض المؤمنين، أن تكون السكين من الحديد. كثير من فقهائنا يستشكلون إذا كانت السكين من الستيل، فلذا قلنا إذا كان بعض الأحيان أكو ذباحة قديمة واحد يقول لك يا بانا أريد على تلك الطريقة القديمة الذباحة اليدوية، والآن السكاكين الموجودة في الأسواق هي الستيل، كثير من فقهائنا يستشكلون في ذلك، يقولون مشكل، يعني أحوض وجوبا أن نجتنب عن ذلك ونهيئ السكين الحديد. أما إذا كانت سكين من الستيل تحرم الذبيحة، تشكل يعني لا يمكن أكل تلك الذبيحة. رزق الله الجميع التفقه في شريعة سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في سورة البقرة المباركة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا رجلين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين
فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فتذكر إحداهما الأخرى. إنما أشار الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الطويلة وهي أطول آيات القرآن الكريم في أطول السور سورة البقرة المباركة وهي أطول سورة القرآن الكريم، حثنا الله سبحانه وتعالى على تنظيم المعاملات، أن تكون معاملاتنا منظمة مرتبة كما أراد القرآن الكريم. هذه الآية تضمنت ما يقارب 20 حكما على بعض المفسرين، وسورة البقرة اشتملت على 500 حكم. فنجد ذكر الله سبحانه وتعالى الحج، ذكر الصلاة، ذكر الزكاة، ذكر العدل، ذكر المعاد وما إلى ذلك، فنجد كل هذه المواضيع في سورة البقرة المباركة. هنا للتذكرة، بعض الأحيان نشوف هذه السور على اسم حيوانات، مثلا البقرة، النمل، النحل. بعض المفسرين يذكر في ذلك أن هذه التسميات هل هي توقيفية، يعني بتعبيرنا النبي صلى الله عليه وآله وقف وقال هذه السورة أسميها سورة البقرة وهذه السورة أسميها سورة النحل. ذكر صاحب كتاب التسنيم من مفسرين من العلماء الكبار، ذكر أن هذه الأسماء لم تكن أسماء توقيفية، إنما سميت وجرت العادة على ذلك. يعني احنا نشوف واقعا الصلاة سميت في كتاب الله تبارك وتعالى، الزكاة أشار الله سبحانه وتعالى إليها، الصوم أشار الله إليها. علماءنا يعبرون عن ذلك، علماءنا في الأصول أطال الله في أعمارهم جميعا قدس الله أسرار الماضين، يعبرون عن ذلك الحقيقة الشرعية، يعني أن الشارع المقدس اختار هذه الأسماء، الصلاة وما إلى ذلك، بينما أسماء هذه السور الشريفة ما كانت هذه الأسماء توقيفية. تعال وانظر إلى سورة البقرة فيها أهم المواضيع، عندما طلب إبراهيم الخليل من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، وموضوع المعاد من أهم المواضيع، أن الإنسان يكون عنده هذا الاعتقاد أنه يرجع إلى الله بعد هذه الدنيا. أبو سفيان الذي قال لا جنة ولا نار، تلاقفوها تلاقف الكرة وغصبوا الخلافة من أهلها. أبو سفيان عليه لعان الله الذي جاء وقال لأحدهم تعال أضحكك لأبي بن خلف مما يقوله محمد صلى الله عليه وآله، يزعم أن هذا العظم يعيده الله مرة أخرى إلى الحياة. يعني واقعا من الشيء المذهل للعقول، لا تتحمله العقول، هذا الشيء اللي تلاشى مع التراب وصار رميمة، وعندما تمشي على التراب تمشي على أجساد آبائك وأجدادك. ولهذا يقول أبو العلاء المعري خفف الوطئ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. شيء مما يذهل العقول لا تتحمله العقول أن الله يعيد هذه الرفات مرة أخرى إلى الحياة، وكيف هذه القدم وهذه الرجل وهذا الرأس، كيف يجمع بينها ويعرف الله سبحانه وتعالى وفوق كل ذي علم عليم. أجساد تلاشت صارت في الهواء وصارت تحت التراب نمشي عليها، وإذا الله سبحانه وتعالى يعيدها مرة أخرى إلى الحياة. لذا موضوع المعاد من المواضيع المهمة في كتاب الله تبارك وتعالى. وقال الله لإبراهيم خذ 4 من الطير فصرهن إليه، قطعهن إلى 4 أجزاء اخلطها وضع على كل قمة جبل جزءا ثم ادعهن إليك يأتينك سعيا. هذه الطيور 4 قطعها يا إبراهيم حتى يطمئن قلبك، واجعل على قمة كل جبل جزءا
ثم بعد ذلك ادعهن. مثل ذلك الله سبحانه وتعالى يعيد هذه الأجساد إلى الحياة بقدرته. فلذا أبي بن خلف الذي قال لأبي سفيان عليه لعن الله تعالى: أضحكك مما يقوله محمد أنه يزعم أن هذا العظم الله يعيده مرة أخرى إلى الحياة. وأنزل الله الآيات الكثيرة أفعينا بالخلق الأول، يعني إحنا تعبنا عندما خلقناكم إلى الدنيا. وفي سورة الدهر المباركة بسم الله الرحمن الرحيم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والدهر أيها الأحبة الكرام ما محدد بوقت، القرآن يقول تعال ارجع إلى آلاف ملايين السنين وانظر أين كنت أيها الإنسان، كنت تراب ثم بعد ذلك الله أخرجك من العدم، ثم بعد ذلك النطفة وتحولت إلى علقة إلى مضغة، وهكذا كسونا العظام لحما، فتبارك الله أحسن الخالقين. بعد 40 يوما تتحول النطفة إلى علقة، بعد 40 يوما تتحول، وهكذا أطوار إلى أن خلق الإنسان جاء إلى الدنيا. وخلقنا الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الإنسان بعض الأحيان يريد يتبجح يتكبر وما إلى ذلك، فليرجع إلى أصله، من أين كنت؟ من هذه القطرة، هذه النقطة الصغيرة. ثم بعد ذلك أخرجك الله إلى هذه الدنيا، أطوار وأطوار تعرض هذا الإنسان إلى أن خلق جاء إلى الدنيا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إحنا طينا الخيار، إما يختار هذا الطريق وإما يختار هذا الطريق، لو طريق الصلاح لو طريق الطلاح، الهداية أو طريق الفساد. ولذا الإنسان مخير وهو غير مسير. الله انطى القابلية، هذه القدرة، العقل، وهديناه النجدين. اختار أيها الإنسان هذا الطريق لو هذا الطريق. لذا من أهم المواضيع أيها الأحبة الكرام نراه في سورة البقرة المباركة، ولكن ما سماها الله بسورة المعاد، رجوع الناس إلى الله سبحانه وتعالى مرة أخرى للحساب والوقوف بين يدي الله عز وجل، سماها بسورة البقرة لحادثة البقرة عندما اعترفوا على ذلك الطفل الذي قتل الطفل، وهذه الحادثة في كتاب الله سبحانه وتعالى، والأسئلة التي طرحت من قبل بني إسرائيل لموسى عليه السلام أن يصف لهم البقرة إلى آخر ذلك، تلك القصة الطويلة. لذا الله سبحانه وتعالى جعل في هذه السورة، موالي الكرام الله يبارك فيكم، وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم وأوتوا العلم درجات. تقربوا إن شاء الله ببركة ذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تعجيل الفرج للإمام الحجة المنتظر، والصلاة على محمد وآل محمد في أعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلذا قال أحد العلماء: لم تكن هذه الأسماء توقيفية، سورة البقرة، سورة النمل، سورة النحل إلى آخر ذلك. الله جعل في هذه السورة المباركة 500 حكما من أحكام كتاب الله تبارك وتعالى إلى أن وصل إلى هذه الآية المباركة. نحاول أن نستثمر الوقت إن شاء الله ونقرأ هذه الآية الكريمة ونرى فيها الأحكام الواردة وتأكيد القرآن الكريم على تنظيم المعاملات، لا تكون معاملاتنا سودا. وشوف اليوم المشاكل الكثيرة بسبب المال، الاختلاف، اختلفا على مبلغ وإذا صار ذلك الصراع والقتل، وقال الله
ولا يخاف ولا يخشى من الله سبحانه وتعالى على ثمن دنيا زائل يقتل هذه النفس المحترمة، يتجرأ على ذلك. وقرأنا على أسماعكم الآية المباركة: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قتل نفس واحد وجب عليه دخول النار، أو قتل آلاف مئات الكل بمرتبة واحدة لأنها نفس إنسانية. بسبب اختلاف المال اختلفوا على ذلك. القرآن يقول يابا حتى لا تصير هذه المشاكل خرتب نفسنا واقعا. جميل بالإنسان ينظم حياته، ينظم معاملاته، ليظل دائما واقعا صاحب الدين يداعي يطالبه. الدين هم في الليل وذل في النهار لأن يضيع وجهه. وإذا هذا بتعبيرنا معاملاته سدى يأخذ ويروح. وواقعا بعض الأحيان يأخذ يقول لك يا باني وين موديه ذي الأموال، جاي أطبخ للحسين سلام الله عليه، لكن شنو ذنب هذا الرجل العطار هذا البائع صاحب الجملة شنو ذنبه؟ هم يريد يعيش. ولذلك لقيت واقعا بعض المؤمنين واقعا ما يقارب يقول شيخنا يأخذون كل سنة يا بعلمن يوم السابع عندهم للعباس، ويوم العاشر عندهم، يوم العاشر أيضا يوم قتل الإمام الحسين هم عندهم طبخ. والدين صار ما شاء الله تراكم الدين 11 مليون وما إلى ذلك، ولا يراجعون لا يهتمون إلى ذلك. القرآن يقول لا تترك المسألة هكذا سدى عبثا، نظموا أمركم. كما أشار أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لولده لأولاده، أشار إليهم بتنظيم الأمر، أن ينظم الإنسان أمره. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب متوجه للمؤمنين، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى شهر شهرين أسبوع أسبوعين فاكتبوه سجلوه، هذا حتى لا يروح لا يصير اختلاف بين الطرفين. والذي يكتب أن يكون هذا الإنسان إنسان عادل، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. لأن شوف هذا تعبيرنا القلم بيده يزور، وبعض الأحيان أكو أرقام هائلة أرقام عالية بين الدائرة وبين ذلك الرجل صاحب الشركة، وهذا يقول له يابا أنا راح أعطيك هلقد بس تواقع نسجل هلقد، وهذا لا يهتم. نستجير بالله يسرق بهذه الأموال ولا يهتم، يغير ولا يهتم. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أن يكون إنسان ثقة. نحتاج العدل عندما أصلي وراء إمام الجماعة، أن يكون عادلا لا يرتكب المحرمات. عندما أقلد عالم الدين أن يكون عادلا. عندما يحضر الشاهد في الطلاق معاذ الله أن يكون عادلا. الذي لا يرتكب المحرمات عادلا، تعبيرنا يمشي على طريق الاستقامة جادة الصواب. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، كما أراد الله سبحانه وتعالى، يخشى الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: فليكتب وليملل الذي عليه الحق، ولا أشارت الآية المباركة وليتق الله ربه، هذا الكاتب أن يتق الله سبحانه وتعالى ولا يبخس منه شيئا. حالة البخس أيها الموالون، شوف بعض الأحيان الحاجة لما تشتريها من عندها تطلعها من عينها، يا معود هاي ما تسوى هلقد وما إلى ذلك، ولا تبخس الناس أشياءهم. لكن لما تبيع الهياء بعض الأحيان أكو هكذا، لما يبيع الهياء يطلعها هاي أغلى شيء، ماكو سلعة حاذيها في ذلك في الصفات، يطلعها أعلى شيء. القرآن يقول لا تكون عندنا هذه الحالة، حالة البخس، سواء في المعاملات سواء في بقية الأمور. لا تبخس الناس أشياءهم، لا تقول يا معود هذا ايش قدم هذا ايش أعطى. كل شيء عند الله سبحانه وتعالى بميزان مقدر عند الله. وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. ثم قال الله عز وجل: فإن كان الذي عليه الحق
سفيها أي لا يحسن التصرف، تعبيرنا بذر أمواله، هذا اللي لا يحسن التصرف، أو كان ضعيفا، ضعيفا الذي لا يستطيع، تعبيرنا مو قوي بالخط مثلا، أو لا يستطيع أن يمله، لا ينظر، فاقد البصر، فليملل وليه بالعدل، يولي واحد يكتب عنه. مسألة الولاية أيها الأحبة الكرام، هذه المسألة الواسعة اللي نشوفها واقعا إلها أبعاد كثيرة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الله سبحانه وتعالى أول هو الولي الذي يتكفل بعباده، ثم بعد ذلك الرسول هو الولي، ثم مع غياب الرسول تنتقل المرحلة إلى الإمامة. ومعنى الولي الذي يتولى الناس، يرشد الناس، يهتم بأمور الناس وما إلى ذلك، معنى بعيد واسع. أريد أقول من هذا المعنى أيها الأحبة الكرام، الأب هو ولي، ومع غياب الأب الجد هو الولي من طرف الأب. لكن شنو مسألة الولي؟ على الابن أن يطيع الوالد، لا يؤذي الوالد. أيضا هناك حدود أيها الآباء الكرام، لأن نشوف بعض الأحيان قد يحرم ولده من كل شيء، لأنه يا بآني والدك ما راضي عليك، فيحاول أن يمنع من كل سبل الحياة. ما هكذا قال الله سبحانه وتعالى؟ نعم، هو أنت ولي على العين وعلى الرأس، واجب على الولد أن يطيعك، لا يؤذي الوالدين، لا يقول لهما أف ولا ينهرهما، وقل لهما قولا كريما، وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. ومن جهة أخرى أيها الأحبة الكرام، قلنا أكو طاعة وأكو ولاية، هو يطيع وهو ولي عليه، لكن لا تصل المسألة أنه حرمة من كل شيء، كما سمعت عن بعض الشباب يقول شيخنا وين ما أريد أشتغل، وين ما أريد أعمل، يقول يا أبا أنا ما راضي عليك. نقول ما هكذا، نعم ولي واجب عليك، واجب عليه أن يحترمك. مسألة أخرى، أنت ولي على هذه البنت، ولكن مو إلى درجة يحرمها من رزقها في الدنيا، كلما تقدم إليها خاطب منعها. وخوش خاطب يتقدم، كفؤ، متدين، صاحب شرف، صاحب دين، ولكن يمنعها من حقها. يا بليش؟ لأنه أنا ولي. بل وأدهى وأكثر من ذلك، يجيك من طرف بعيد ابن العم يتدخل، ويا بآني ولي، من الذي ولاك؟ من اللي انطاك زمام الأمور؟ الشارع المقدس يقول إما الأب إما الجد وإما ينصب، وإذا ماكو بعد هي ولي الأمر. أن تختار الزوج الكفؤ، تختار الزوج الكفؤ لها الذي يكمل حياتها في هذه الدنيا. لذا أشار القرآن الكريم أيها الأحبة الكرام إلى الولي، معنى ذلك إذا ما يعرف يكتب، سفيه، ضعيف، فليكتب الولي، الأب مثلا فليكتب وليه بالعدل. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك واستشهدوا شهيدين من رجالكم. شوف إيش قد يأكد القرآن الكريم على ذلك، لأنه حتى لا تتفاقم المشكلة، لا تصير مشكلة في المستقبل، هم أكو كاتب عدل، وهم اثنين كون شهود عدول يحضرون يشاهدون يا أبا هذا سجل هالقد رقم. وإذا ما حصلنا فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، على اعتبار أن المرأة عاطفتها شديدة، ولذا لا تكلف بمسؤوليات. وإحنا اليوم وصلنا إلى زمان تشارك المرأة الرجل في كل شيء، بعض الجوانب نقول ما يخالف مع العفة والشرف، خلي تشارك الرجل، تقود السيارة ماكو مانع، تجلس في محل بيع الألبسة النسائية ماكو مانع، مع العفة، الحجاب، الستر التام. ولكن تشوف واقعا في هذا اليوم يحاول لك أن يصور المرأة مبتذلة، لا خير فيها، إنما هذه المرأة لا خير فيها، للشهوات نستجير بالله وما إلى ذلك، للحرام وما إلى ذلك.
بينما الإسلام حاول أن يحجم المرأة في جوانب وفي جوانب ما منعها من حقها، تقود السيارة مثلا، تجلس في محل مع الحشمة والشرف والكرامة، أما غير ذلك اللي نشوف احنا اليوم تلبس الكابوي، ونشوف أيضا وصلت النساء إلى أبعاد في ذلك، والقرآن ينادي كلموهن من وراء حجاب لا يطمع الذي في قلبه مرض. وتلقى هذا الشاب الجامع المسكين عندما دخل إلى الجامعة وصار كاللعبة بيد هذه المرأة، وقال الله سبحانه وتعالى. وتنظرون أيها الآباء المشاكل الكثيرة، ولذا احنا دائما نذكر آبائنا، ننصح آبائنا، إن كان ولدك بهذه الدرجة يريد الزواج وأنت عندك إمكانية، الله مكنك، يسر للأمر في ذلك، لأن الزواج حاله حالة الإنسان عطشان إلى ماء، حال حال الإنسان الجائع. ذكر السيد حفظه الله في مناسك الحج، إذا كان الرجل الأب الولي عند أموال الحج ولكن ولده بحاجة إلى الزواج، بحاجة ملحة، قد يتعرض إلى الفاحشة إذا لم يزوجه، فأيهما يقدم؟ الحج وهو واجب، وإذا صرف الأموال بعد ما يقدر يهيئ المبلغ. هنا عندنا قاعدة، تقديم الأهم على المهم. الحج ممكن تعوضه في غير سنة، ولكن تستر ولدك، تحافظ على دينه. فلذا السيد حفظه الله ذكر في ذلك يقدم زواج الولد، لأنه ما عنده طريق للإنفاق، وسيلة للإنفاق إلا من خلال الأب، فكون يشيل هذه الأموال وينطيها إلى ويستر ولده، يعطيها إلى ولده. لذا فليكن الأب الكريم واقعا يشارك في ذلك، عندما ينظر ولده وصل إلى هذه المرحلة، هذه الدرجة، تعبيرنا عينه زائغة من هنا وهنا وبحاجة إلى الزواج. لذا القرآن الكريم ينصحنا دائما قتال النظرة المحرمة أن تغض البصر، وأعان الله الشباب، واقعا الشباب الجامعي خصوصا، الأب المسكين ما يدري هذا طلع قبوله بغير جامعة، وتلقى واقعا بعض الجامعات نستجير بالله لا حياء لا ذمة لا إلى آخره، لا يفرقون، كانوا في الزمان السابق في محرم الحرام شوية أكو حياء، ترتدي السواد، أما وصلنا إلى هذا الزمن، وإن قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، تعال وانظر وشاهد واسمع، وقال الله سبحانه وتعالى مما يقصد به إلينا. وشوف اليوم واقعا الحرب الشديدة، أن يجعلون هذا الشاب كاللعبة بين أيديهم، لا يلتفت إلى شيء، يجعل كل وقت في المعاصي إلى آخره. لذا فليشارك الأب في ذلك أيها الأعزاء، يستر ولده، ليقول يابا إلى أن يتكون، إلى أن يتخرج، إلى أن إلى أن، وإلى أن تلقى المسألة متفاقمة، المشكلة متفاقمة. فلذا السيد حفظه الله يذكر في ذلك أن يقدم، يستر ولده، يزوج ولده، يعينه على ذلك. لذا أشار القرآن الكريم في ضعف المرأة أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ثم أشار الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا كان أو كبيرا. لما اليوم يجيبوك حتى تشهد على موقف شفته بعينك، كن أنا أشهد كما رأيت، لا تكتم الشهادة، لأن هذا بتعبيرنا حضروا له دفتر حتى يكتم الشهادة، والمسكين غرته الدنيا وأخذ هذه الأموال وكتم الشهادة. نستجير بالله، وقال الله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، جابوك حتى تشهد يا بتعال شقد أخذ الدائن والمدين، فكون أنا واقعا أذكر ذلك المبلغ. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا، القرآن يقول لا تجعزون لا تعبون، سجل هذا أفضل ضمان إليك، أطلبك هلقد. بعض الأحبة الكرام يقول أنا أستحي، هذا ما أخذ من عندي أموال وأستحي، أقول لأني نقول لنا أنه بعض الأحيان إذا هو من طريقته يغلس بتعبيرنا، يريد يأخذ يروح هكذا،
نقول له لا واقعا ننبه هذا كون كن على يقظة من أمره، هذه أموال الناس، ليكون في ذلك في راحة من أمره، يأخذ هذه الأموال ولا يلتفت لا يسدد. القرآن الكريم يشير إلى ذلك، سجلوه حتى لو كان صغير. منهم من إن تأمنه بدينار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، اللي هو ما يقارب 1000 فضة. فالشيء شيء هواي، أما إذا كان قليل لا يؤديه إلا ما دمت عليه قائما. كون كل يومية داك بابا، كون كل يومية معتبة إلا ما دمت عليه قائما. فلذا القرآن الكريم يمدح ذلك الشخص الذي سدد الدين، وذلك الشخص الذي لم يسدد. فقال القرآن الكريم: ذلك أضمن لكم ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا كان أو كبيرا، ذلك أقصد عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا، حتى لا تكون هناك مشكلة. هذا ضمان إلينا، وأشهدوا إذا تبايعتم، هناك بالدين وهنا بالبيع هم كذلك. قد واحد يقول احنا ما نقدر كل هذا نسوي، نقول له يابا المسألة هنا مو واجبة، القرآن جاي يعطينا إرشاد. أما إذا كانت المعاملة سائدة بتعبيننا والتعامل طيب وماكو مشكلة لا إشكال في ذلك. أما إذا واحد إنسان بتعبيننا من طبيعته يأخذ ولا يسأل يسرح ذلك، القرآن يقول لا، تعال سجل أضمن إليك وإليه، حتى تقول له يابا تعال أنت في ذلك الزمان عليك هلق الدين، فكون السدده. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أوصى ولده الحسن المجتبى أن يسدد الدين ثمن الجارية التي كانت تعمل في دارها، ويوصي ولده الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه عندما يسافر، وقد سافر إلى سفر الآخرة، أوصى ولده الحسن المجتبى أن يسدد ذلك الدين. ثم قال القرآن: ولا يضار كاتب أو شهيد. يقول القرآن الكريم: أما هذا الإنسان اللي نستجير بالله غرته الدنيا وغير هذه السجلات كلها غيرها، فإنه فسوق بكم، ذلك الإنسان الفاسق نستجير بالله الذي عصى الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الأحبة الكرام، الديون هناك ديون مالية وهناك ديون بيننا وبين الله، اللهم إن لك علينا حقوق أو علي حقوق فتفضل بها علي. حقوق يا ربي تطلبني هواي، فأرجو أن تتصدق بها علي، وتقرأ في زيارة الجامعة: يا ولي الله إن بيني وبين الله ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم، فبحق من ائتمنكم على سره لما استوهمتم ذنوبي. يا ريت يتنازل الله سبحانه وتعالى عن ذنوبي، إن لي ذنوب كثيرة. يكتب أمير المؤمنين على كفن سلمان: وفت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم، وحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم. عندما يرى الله بضاعتي، وشوف هذه البضاعة شنو كانت، هذه لله، كانت للجاه، كانت للشهرة، لأي شيء كانت بضاعتي. ولذا في معاني الأخبار أيها الأحبة الكرام للشيخ الصدوق أعلى الله مقامه من علمائنا الكبار: يؤتى برجال إلى النار، وقال الله، فيقال لمالك: يا مالك لا تحرق لهم أوجه، كانوا يسبغون الوضوء، ولا تحرق لهم جباها، كانوا يسجدون، ولا تحرق لهم أرجل، كانوا يمشون إلى المساجد. فيقال: يا أشقياء كل هذه الصفات ويؤمر بكم إلى النار، ماذا كان عملكم؟ قالوا: كنا نعمل لغير الله. وقال الله أيها الأحبة الكرام: النية الخالصة لوجه الله، أوصي نفسي أولا أن تكون أعمالنا خالصة لوجه الله، لا لجاه لا رياء. هكذا كانت أعمال أهل البيت، اللهم تقبل منا هذا القربان.
قربان لله تبارك وتعالى يقدم الحسين أصحابه. نقف هذه الليلة عند أصحاب الإمام الحسين. أول ما يقدم الأصحاب زهير برير وينادي: لا أعلم أصحابا كأصحابي، قوموا يا أصحاب. يناديهم الحسين صلوات الله وسلامه عليه ويشد على عزيمتهم: تعال وانظر إلى نماذج، إلى هذه الثلة المؤمنة. عمرو بن جناد الأنصاري هذا الغلام الصغير جاء مسرعا عندما سمع نداء الحسين عليه السلام، أرجعه الإمام. جاءت أمه إلى الحسين: لما يا حسين، لما أرجعت ولدي يا أبا عبد الله؟ قال: لا أريد أن أجمع على قلبك مصيبتين في آن واحد. الآن قتل الوالد، الآن استشهد الأب. قالت له: أتثكل الزهراء بولدها الحسين؟ ولا أثكل بولدي، شنو قيمة ولدي أمام ولد الزهراء؟ الحسين أذن له، نزل إلى ساحة الوغى وهو يرتجز ويقول: أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه، فهل تعلمون له من نظير؟ إلى أن اجتمعوا عليه حتى هوى صريعا على رمضاء كربلاء. ومن الأصحاب الذين فازوا بين يدي الحسين ذلك الحور الذي كان خائفا، قال له المهاجر بن أوس: أراك خائفا؟ قال: أخير نفسي بين الجنة والنار. إلى أن تقدم نحو الحسين قال له الحسين: من أنت؟ قال: سيدي، أنا الذي جعجع بك في هذا المكان، هل لي من توبة؟ قال له الحسين عليه السلام: إن تبت تاب الله عليك. إلى أن أذن له الحسين نزل إلى ساحة القتال وهو يرتجل: لنعم الحر حر بني رياحي، لنعم الحر إذ واسى حسينا وجاد بنفسه حتى الصباح. إلى أن سقط على رمضاء كربلاء جاء إليه الحسين أخذ يمسح عليه: لنعم الحر كما سمتك أمك حرا في الدنيا. إلى أن جاءت عشيرة الحر وآرت الحر في مكانه، العشيرة شالت بحر الظهيرة بس بقوا الماي لهم عشيرة ضحايا بالشمس من غير تغسيل، اي ضحايا بالشمس من غير تغسيل. الحسين على رمضاء كربلاء ثلاثة أيام نايم أخيش نوم نوم، وحر الشمس غير رسومه، وحر الشمس غير رسومه يا
جداه يا محمد هذا حسينك بالعراق مسلوب العمامة والرداء يا جد مات ما حد وقف دونه ولا نخايا يا غمض لعيونه يعالج بالشمس من خطف لونه ولا اوايا حد بحلقه ما يقطع اي ولا واحد بحلقه ما يا قدار تنادي أخاها وهي على التل إن كنت حيا فأدركنا وإن كنت ميتا فأمرك وأمرك فأمرنا وأمرنا فأمرنا وأمرك إلى الله هذه خيول الأعداء أقبلت إلينا وحق لي عليهم وحيوحي عيوني ما توجد نزل لوحة يصحت متت يا حسين لوحة لفتنا الخيل وخيمنا خلية يا لفتنا الخيل وخيمنا يا خلي يا من هجمات يا خيول العدا ولحدود إلي مخيم دينا طلعت من الخيمة عادي زينب على التل أجيبت شبكات العشرة من الخضار وصاب خيها توجهت صاحت يا أبو اليم عادي لا روحك الطيبة فغرت إن كانك حين انتهم ولزينب النوح لفقد شقيقها وتقول يا ابن الساجدات الركعي اليوم أصبغ في عزاك ملابسي اللهم آمنا في أوطانك لا تسلط علينا من لا يرحمنا وفقنا وجميع لخدمة الحسين صلوات الله وسلامه عليه لإحياء مآتمهم أحيوا أمرنا رحمة